بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان وكفى. يقول ربنا في نفس السورة: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام لبشريتهم ويمشون بالأسواق. لنفس السبب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من إنس وجن، الفتن قائمة إلى يوم القيامة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. يعني صبر صح عليه هنيئا له، وبشر الصابرين. رب يقول: لما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الصابرين، يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، واعف واصفح وقل سلام. ورب يقول لنا: وقولوا للناس حسنا، نحن أهل القرآن نريد خيرا لكم بهذه المعلومات، الكلمات التي تفوح من هذا القرآن العظيم. نعاود: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. شو بالأدب الإلهي، قال يأكلون الطعام، لم يقل يأتون الغائط، يعني يخرجوا بعد شدة في البطن، يخرجوا سليمين بعد ما يخليوا الخبائث وتبلعها الأرض. نا ربنا من الآداب، ولذا لازم يتعلموا الأدب، تعلموا الأدب اللي قاعدين يتكلموا كلام خرج، كلام سكاتولوجيك بالفرنسية، يعني لا وسيلة للخبائث. وتفرحوا حتى واحد يكونكم مارد، يعني ما هو شيء لحكم إلا الكلمة تمنعوا هذايا. خذوا بالكم، شوفوا ذوقكم الماشي، يعني حطوا روحكم، اللي عنده ذوق هذايا مش مقال باش يكون أهل الجنة. خذوا بالكم، خذوا بالكم، وإحنا نعرف من هو فيكم يتلذذ حين يكون في بحار الخبائث من اكسكريمون ويورين وبلو اتسيتيرا ايسون. هذا كل معفو عنكم، شوفوا اذواقكم انحدرت بفعل من؟ فعل الشياطين الانس والجن. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. والنوع اللي ذكرت لكم هو انحراف الجنسي اخطر من الجنسي، لان الجنس عنده وسيله بالزيمونكتوار المخارج الخبائث هذه، لكن سواء كان جنس النواط ولا الزنا، الماء اللي بيبادى الناس هذوما الحضيض نتاعهم وصلهم الى هذه الحاله المزريه والعياذ بالله، ولكن مش حاله تنتهي هنا، لا ثمرات والحنظليه في الاخره والعياذ بالله. وما ارسلنا قبلك، لم يتوبوا من الامر، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يمشون في الاسواق ليس مشي عادي نتاع الاسواق، لان ابغض اماكن لله هي الاسواق، لان فيها اجرام كبير، فيها السرقه، فيها الحلف الكاذب، فيها ينفق سلعته وهو يقول والله احسن سلعه وارخص سلعه، وهذا كله كذب. وضحهم ربي بالقران، وضحهم النبي عليه الصلاه والسلام حين يجول في الاسواق ويبين للتجار الخائنين المخادعين النصابين، يبين لهم كيف هم يورطوا في روحهم مع الله. وحنا نعرف كم من عطار من تسكر الحانوت، لاننا لا مشابه لتاريخ الانحراف هذايا. لكن اعلموا ان ولو السلطه اليوم استضعفتموها، لكن سترجع بحول الله بقوه وتضرب على ايدي كل من يريد شرا بهذه الامه. ودائما نحذر لأن الامر قريب، يرونه بعيدا ورب يقول ونراه قريبا. لانه اذا كان مشيتوا بالكم اللي خلت لكم الدنيا وتجموا تعملوا تحبوا وطلقتم لغريزكم العنان ونحيتوا لها كل الشباك وحيتوا لها كل السلاسل، لا اعلموا ان اللي مش تقدموا توا مسجل، واهل القانون واهل القضاء ينتظروا في محاسبتكم. انتهى العصر الاخر، انتهى اليوم. اللي مش تعمل شرطه زيت، ولهذا لا فائده من تجري وتبرطع وتجري ورا السراب، راك مش تاكلها ضربه ما كانتش على بال. لا تقرا وتكتب كما يقولوا في اهل الزمان. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. إنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسيحاسبكم على ما برز منكم
وظهر وما خفي وستر، والسلام على من اتبع الهدى.